السلام عليكم. بالرغم من انقضاء 6 شهور على قرار الحكومة الهندية إلغاء الحكم الذاتي لإقليم جامو وكشمير، فإن القبضة الأمنية والتضييق العام على وسائل الاتصال في الإقليم ما زال سيد الموقف. القرار الذي ولد مخاوف عالمية من نشوب حرب رابعة بين الهند وباكستان الدولتين النوويتين سيخضع الإقليم ذا الأغلبية المسلمة لسيطرة الحكومة المركزية في نيودلهي التي يحكمها حزب بهاراتيا جناتا القومي الهندوسي. على الأرض هناك الملايين من مسلمي كشمير الذين يخشون من سياسة تغيير ديموغرافي لبلدهم تلوح في الأفق بفعل سياسات حكومة نيودلهي اليمينية التي يرأسها ناريندرا مودي. هذا كله يقابل بصمت مثير من جل الدول العربية والإسلامية. كيف أثر إلغاء الحكم الذاتي لإقليم جامو وكشمير على سكان البلاد؟ وهل تخطط حكومة مودي إلى تغيير ديموغرافي يقول مراقبون إنه في حال نفذ سيقضي على الخريطة الديموغرافية التاريخية لإقليم كشمير إلى الأبد؟ أي دور يمكن أن تقوم به المجموعة الإسلامية في صوغ مستقبل كشمير؟ هذه الأسئلة وغيرها تأتيكم في هذه الحلقة من برنامج حديث العرب. أهلا بكم. منذ استقلالهما عن بريطانيا عام 1947 استمر النزاع بين الهند وباكستان على إقليم كشمير، وفي إطار هذا النزاع خاض البلدان 3 حروب في الأعوام 48 و65 و71 من القرن الماضي، سقط فيها نحو 70,000 شخص من الطرفين. وبسبب معاناة الشطر الخاضع للهند وهو ولاية جامو وكشمير من الممارسات الهندية، حيث قتل منذ عام 1989 أكثر من 100,000 كشميري، ويطالب سكان الإقليم الذين يبلغ عددهم أكثر من 12 مليون نسمة بالاستقلال عن الهند ضد ما يعتبرونه احتلالاً هندياً لمناطقهم. وقد واجهت حالة الحكم الذاتي الخاصة في كشمير تحدياً كبيراً، حيث مررت الحكومة الهندية مشروع قانون يلغي المادة 370 من الدستور في آب الماضي 2019، بالإضافة إلى إلغاء الحكومة ل152 قانوناً آخر. وبهذا التغيير فقدت جامو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة حريتها في صياغة وتطبيق قوانينها الخاصة. رد الفعل من باكستان جاء سريعاً، إذ أدانت الخطوة أحادية الجانب وخفضت علاقاتها الدبلوماسية وسحبت سفيرها وعلقت التجارة، وعرضت المسألة أيضاً على منظمة التعاون الإسلامي التي تمثل 57 دولة ذات أغلبية مسلمة حول العالم، ودعت الأمم المتحدة لعدم الصمت حيال أحداث العنف التي تشهدها ولاية جامو وكشمير في الشطر الهندي من الإقليم المتنازع عليه مع إسلام أباد. مواقف العديد من الدول المسلمة تجاه قضية كشمير جاءت بين التناقض والتذبذب والسلبية، وسط تخوفات انتابت رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان من أن وضع الدول العربية والإسلامية وتغير مواقفها هو ما دفع قادة الهند في أن يروا أن الوضع الحالي يصب في مصلحتهم، إذ لا يمكن الباكستان إلا أن تفسر فعل الحياد الغالب الآن على أنه موقف موال للهند ضمنيا، موقف يدفع نيودلهي للرد بصوت مرتفع على أي ضغوط أجنبية تتعلق بموقفها من الإقليم. بينما انتقلت منظمة العفو الدولية إعلان نيودلهي إلغاء مادة دستورية كانت تكفل الحكم الذاتي لولاية جامو وكشمير، وحذرت من أن القرار سيعزل السكان المحليين ويزيد من مخاطر وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان وسط حملة قمع كاملة على الحريات المدنية وقطع الاتصالات. الأمين العام للأمم المتحدة أكد من جديد قرارات الأمم المتحدة التي تطلب إجراء استفتاء في كشمير، غير أن موقف الهند ينتهك هذه القرارات. محلياً ستظل كشمير أشبه ببرميل بارود على وشك الانفجار في أي لحظة، لذا زالت الهند وجودها العسكرية في المنطقة وفرضت بعض الإجراءات في جزء من خطواتها لإلغاء المادة 370. حكومة الهند أغلقت كل الأبواب أمام حل سلمي وتفاوضي للخلاف، فهي تعتبر أن الأمر شأن داخلي لا ينبغي التدخل فيه، ليبقى السجال بين الدولتين النوويتين مستمراً ما ينذر بحرب يخشاها الجميع.
للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلي في الاستوديو الأستاذ محمد مكرم بلعاوي، رئيس منتدى آسيا والشرق الأوسط، وهاتفيا من نيودلهي عبر عبد المبين سبحاني رئيس المركز الثقافي العربي الهندي، وعبر سكايب من إسلام أباد الأستاذ أحمد القريشي الباحث في مركز مشروع باكستان 21. أهلا بالجمع الكريم. لو بدأت معك من باكستان أستاذ أحمد، يعني بعد نحو 6 شهور من قرار أو على انقضاء قرار حكومة الهند اليمينية إلغاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير، وما تبع ذلك من سلسلة إجراءات لتدعيم هذا القرار، أريد أن أسألك عن الأثر السياسي وربما الاجتماعي الذي تركه هذا القرار على الإقليم، على سكان الإقليم جملة. طبعا أثر القرار كان سيء على سكان الإقليم. لأول مرة في التاريخ الحديث نرى مثل هذا الحصار من قبل دولة كبرى، دولة تعتبر نفسها يعني أكبر جمهورية، أكبر ديمقراطية في العالم، تقوم بمثل هذا الحصار وبقطع وسائل الاتصال لهذا العدد الكبير من البشر، يعني حوالي 8 ملايين نسمة تأثروا بهذا القرار، بهذا الحصار وقطع الإنترنت. أمر لم يحصل، لم نرى شيء مثيل له منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. كان لها أثر كبير طبعا على الشعب الكشميري. نعلم أن هناك بعض التقارير، يعني لا نعلم تماما يعني ماذا ستكون ردة فعل الشعب الكشميري عندما يتم السماح للكاميرات وسائل الإعلام الدولية بأن ترى ماذا يحصل داخل كشمير أو ردة فعل الشعب الكشميري. الوضع سيء طبعا، لكن هناك أيضا جوانب أخرى، هناك جانب جديد لم نره مثلا خلال 70 سنة الماضية. للمرة الأولى نرى أن هناك انتقادا دوليا للمواقف أو السياسات الهندية في كشمير. نرى للمرة الأولى الوسائل الإعلام الدولية المؤثرة تتكلم للمرة الأولى بعد صمت طويل، يعني دام حوالي أكثر من نصف قرن كان في هناك شبه تعتيم إعلامي تام. تغير هذا الشيء الآن، نرى الآن مثلا وسائل إعلامية كبرى، لا نتكلم عن المنطقة خارج منطقتنا، يعني منطقة جنوب آسيا أو الشرق الأوسط، نرى مثلا وسائل الإعلام الغربية المؤثرة تتكلم وتنتقد الحكومة الهندية. هذا أمر لم يحصل أصلا، لم يكن متوقعا بالنسبة لنا أصلا حتى ما قبل، فلنقل يعني قبل 3 أو 4 سنوات. فهذه أمور جديدة. هناك انتقادات في الكونغرس الأمريكي، في البرلمان البريطاني، نرى هناك تتبع واهتمام إعلامي لم يسبق. نعم هناك رد سياسي، هناك شبه صمت، ليس صمتا ولكن هناك اعتبارات كثيرة، هناك قضايا دولية كثيرة، المنطقة يعني شبه مشتعلة، هناك أمور كثيرة يعني المجتمع الدولي مشغول فيها. لكن نرى تغيير إيجابي فيما يتعلق بتغطية أحداث كشمير، هذا يحصل للمرة الأولى ونراه الآن بشكل واضح خلال 6 الأشهر الماضية. طيب أستاذ محمد، يعني هناك حديث كثير عن موضوع القلق من احتمال أن يكون هناك تغيير ديموغرافي على خريطة الإقليم، إقليم جامو وكشمير، وهو الإقليم الذي يحظى بأغلبية مسلمة على امتداد عقوده 70 منذ استقلت باكستان والهند عن بريطانيا في عام 1947. السؤال هو ما مدى احتمال وقوع هذا التغيير الديموغرافي استنادا إلى المزاج السياسي لناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي، واستنادا إلى تاريخه السياسي مذ كان رئيسا لولاية كوجرات؟ يعني حصر ما يحصل في كشمير فقط بناريندرا مودي وحزب البي جي بي هو غير دقيق، لأنه منذ الاستقلال هناك في تهميش مستمر لدور المسلمين، وليس فقط في كشمير، أتحدث بشكل عام. يعني يكفي أن نعلم أنه حسب الإحصاءات الرسمية المسلمون يشكلون حوالي 15% ربما أكثر، نعم، ولكن نسبة تمثيلهم في البرلمان لا تزيد عن 4.5%، نسبة تمثيلهم في قوى الأمن والجيش لا تزيد عن 2.5%، نسبة تمثيلهم في رئاسات أكبر 500 شركة هندية على سبيل المثال 2.5%، وهكذا قس على ذلك. إذن هناك في تهميش تدريجي حصر للدور الإسلامي، وذلك أسبق من حكم ناريندرا مودي. كانت علمانية عندما كان الحكام علماني، حتى عندما حكم الكونغرس آي حزب المؤتمر الذي أعلن أنه
يريد دولة علمانية، وهذا منصوص عليه بالدستور. نلحظ دائما أنه المسلمين في حالة تراجع وتآكل في الدور، وبالتالي عندما جاء ناريندرا مودي هو بنى على ميراث. هذا الميراث أهم أشكاله اللي هو الميراث السلبي ضد المسلمين من قبل الانفصال، الشعور بأن المسلمين أخذوا حصتهم من أرض الهند عن طريق أخذهم لباكستان وبنغلاديش، وأنه على من تبقى من المسلمين في ما يعرف اليوم بالهند إما أن ينضم إلى هاتين الدولتين أو أنه يفقد هويته، يندمج بالإطار العام. صحيح أنه هذا لم يكن معلناً، لكن عندما جاء البي جي بي والذي هو عبارة عن وليد شرعي لمنظمة اسمها منظمة فيلق. المتطوعين الوطنيين RSS معروفة اختصاراً بالسانج، صرح بعقيدته بشكل واضح أنه يريد الهند دولة هندوسية، وعندما يتحدث عن الهندوسية فأنه يتحدث عنها كهوية وثقافة ليس بالضرورة الدين بالمعنى المباشر، وأن هذه البلد يجب أن تكون للهندوس، وأن المسلمين إذا أرادوا البقاء يجب أن يندمجوا بهذا الجو. استناداً إلى هذه الروح وهذه السياسة، هل ثم تخوف حقيقي من أن تغير كشمير ديموغرافياً للأبد، خصوصاً وأنه أتاح حرية الشراء والاستملاك والعمل والتوظيف في كشمير بعد عقوداً من تحديدات في هذا الشأن؟ يعني هو من خلال سيطرته على الإعلام ومفاصل الدولة استطاع أن يسوق رواية، خلافاً للرواية السائدة في أواسط المسلمين وفي بقية أجزاء العالم. هو يصور بأنه كشمير جاءت وفق عقد مؤقت كي تندمج، تمر بحالة من الاندماج، تحضر نفسها للاندماج في الهند كي تصبح على قدر المساواة مع بقية الولايات، فما ينطبق على بقية الولايات ينطبق على كشمير، ومن ذلك حرية التملك، حرية السكن وإلى آخره. ما يعني أنه يصحح وضع مختل هذه الرواية، وليس كما يصور الكشميريون ومن يعني يصطف إلى جانبهم بأنه هناك خصوصية لهذه الإقليم، وأن هناك حالة تعاقد نص عليها الدستور، وأنه يجب على الهند أن تحافظ على خصوصية كشمير بعدم السماح بالتملك لغير الكشميريين، وألا تسمح بأن يتم تغير ديموغرافي. لا، هو بيعتبر أنه الآن كشمير صارت مثلها مثل باقي الولايات، وبالتالي من أراد أن يذهب ويتملك في كشمير أو في غيرها فله مطلق الحرية كون مواطن، كون هذه جزء من الهند. ولذلك قصة التغيير الديموغرافي أمر وارد، وإن كانوا لا يضعها في سياق حرب كما يتصور الكشميريون. طيب، أريد أن أسأل من نيودلهي الأستاذ عبد المبين سبحاني، يعني هل ناريندرا مودي بتاريخه السياسي الذي فيه تصادم مع المسلمين، مذ كان رئيسا لولاية كوجرات في الهند، يعني هل موضوع على جدول أعماله احتمالية التغيير الديموغرافي في كشمير سعيا لإنهاء الحالة الخاصة لهذا الإقليم مستقبلا؟ تحية خاصة لكم ولضيوفكم الكرام. أهلا وسهلا. ومشاهديكم، تشرفنا بكم. نعم، أتفق مع أستاذ محمد، قراءة دقيقة للأخ أستاذ محمد. مجرد تصحيح بسيط، نعود إلى سؤال حضرتك. نعم، هناك القضية ليست وليدة اليوم، وإنما هي وليدة 1925 حينما تأسست منظمة RSS. منذ تلك اللحظة بدأت هذه المنظمة تحاول بشتى الوسائل لإقامة دولة هندوسية ذات لون واحد، ثقافة ومنهج سياسي مستقل، ومن ثم فشلت أكثر من مرة هذه المنظمة بسبب قوة صوت حزب غاندي منذ استقلال الهند من الاستعمار البريطاني، واستمرت هذه الحالة إلى أن وصلت هذه المنظمة ونجحت بإنجاح حزب بي جي بي بارتيا جنتا بارتي برئاسة ناريندرا مودي. فإذا
ليست القضية كما تفضل أخ محمد بأنه ليست قضية منحصرة في شخصية ناريندرا مودي، وإنما قضية أيديولوجية التي تبنتها. طب هذا هذا تكلم عنه الأستاذ محمد، ولكن أريد أن أستفيد من خبرتك يعني في 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 الشأن الهندي وفي سياسة الحكومة الهندية. صحيح ربما يكون هذا نهجا هنديا حتى في ظل العلمانيين، لكن الآن نحن بصدد حكومة يمينية توصف حتى على نطاق عالمي بأنها يعني متطرفة. طيب هل هذه الحكومة بصدد إجراء تغيير ديموغرافي في كشمير أستاذ عبد المبين؟ نعم أردت أن مجرد أربط هذه القضية تفضل تتعلق بسؤالك، بأن هذه المنظمة وصلت إلى سلطة الحكم 2014 منذ توليها لرئاسة الحكم. هذه المنظمة هي التي تحكم الهند بالحقيقة باسم بي جي بي. فهذه المنظمة حاليا حينما نجحت من جديد في انتخابات البرلمانية العامة 2018 فقررت بأننا وصلنا إلى سلطة الحكم بأغلبية ساحقة بالبرلمان الهندي، فالآن هي فرصة مناسبة لإقامة الدولة الهندوسية وبسط النفوذ على كافة التراب الهندي بما فيها كشمير. ومن هنا نعم مثل ما تفضل حضرتك بأن الحكومة الهندية الحالية هي عازمة ومصرة لبسط النفوذ على كافة التراب الهندي بما يليق بإقامة الدولة الهندوسية الخاصة بهم. ومن هنا حاليا هناك تغيير ديموغرافي مستمر كان منذ زمان، ولكن الآن زادت وتيرتها وزادت سرعتها بعد إلغاء الحكم الذاتي في كشمير. هناك برنامج ممنهج لتغيير ديموغرافي في إقليم كشمير حاليا. طيب أنتقل إلى إسلام أباد. أستاذ أحمد، تحدثت عن أن هناك الجديد مواقف دولية انتقدت السلوك الهندي في كشمير، لكن الجديد أيضا هو ما يسمى بالتراخي الباكستاني. باكستان لم تقم بالكثير لصالح كشمير، وهذا ربما انعكس على ردة فعل الكشميريين الذين لم يقدموا حتى الآن بعد 6 شهور من هذا القرار أي رد فعل مقاوم للقرار الهندي، ومع الاعتراف بأن هناك نوع من التضييق الأمني وهناك حظر لوسائل التواصل المجتمعي. يعني كيف يمكن فهم الموقف الباكستاني في سياق هذه العملية كلها؟ أولاً أخ جهاد، بالنسبة لمقاومة الكشميريين أعتقد هذا انطباع غير صحيح، لأنه المقاومة الكشميرية هي سبب استمرار الحكم العرفي أو العسكري والحصار منذ 6 أشهر. يعني كنا نعلم أن الحكومة الهندية كان بإمكانها أن ترفع هذا الحصار أو الحكم العسكري أو الكرفيو في أول 2 أو 3 أسابيع يعني بعد القرار في 5 أغسطس الماضي من العام الماضي. لكن استمرار هذا الحصار هو بسبب أن الحكومة الهندية تعلم وتتوقع ولديها المعلومات الاستخبارية من الأرض من داخل كشمير بأنه فور رفع هذا الحصار وإنهائه سيخرج الكشميريون إلى الشارع وهم منظمون وهناك مقاومة وقد تصبح هذه المقاومة مسلحة، وما سيعطي يعني صور للإعلام الدولي لنقل للقول بأنه الكشميريين يرفضون البقاء مع الهند ويرفضون الإجراءات الهندية. فهناك مقاومة كشميرية لا نشك في ذلك، وهذا والمقاومة الكشميرية هي سبب وجود هذا الحجم الكبير العدد الكبير من الوجود الهندي العسكري المكثف داخل كشمير، يعني حوالي 600 إلى 700 ألف جندي هندي يعني في هذه المنطقة الصغيرة. فهناك مقاومة. بالنسبة للموقف الباكستاني التراخي، هناك يعني تحليلات كثيرة، لا أعتقد أن هناك تراخي باكستاني. الاستعداد الباكستاني العسكري هو استعداد كلي موجه نحو الهند وخصوصا نحو كشمير، وأكبر دليل على ذلك ما حصل قبل 11 شهر يعني في شهر فبراير الماضي 2019، أين كيف عندما حاول ناريندرا مودي أن يقوم بعملية يعني بمغامرة أرسل طائرات السلاح الجوي الهندي إلى داخل عمق الكشمير الباكستانية.
كي يبين أو يحاول يعني أن يحصل على أصوات يعني في الانتخابات الهندية. رأينا ردة الفعل الباكستانية رغم الرسائل التي أرسلتها الحكومة الهندية سراً أو عبر وسطاء دوليين إلى باكستان بأن لا ترد باكستان وأن تعطي ناريندرا مودي فرصة لأن يلقي بعض القنابل على جبال مثلاً، ويعني يبين للناخبيه بأنه قادر على أن يحمي الهند وكذا. باكستان أصرت رغم كونها يعني أصغر من الهند بحوالي 6 مرات، كونها أصغر، اقتصادها أصغر من الهند، كون يعني قوتها العسكرية أصغر من الهند بحوالي 6 مرات، إلا أن باكستان ردت وأسقطت طائرة أو طائرتين، ألقت القبض على أحد الطيارين الهنود، وأيضا قامت برد هذا الطيار الهندي إلى الهند في بشكل يعني تحت التغطية الإعلامية الدولية. فباكستان يعني ليست متراخية، لكن باكستان يجب عليها أن تلعب بذكاء. باكستان كما قلت هي أصغر من الهند، باكستان لديها اقتصاد صعب، باكستان لديها مشكلة في الحدود مع أفغانستان، في الحدود مع إيران، الوضع متوتر إقليميا، هناك أمور كثيرة، فباكستان ليست متراخية. هناك أمور كثيرة، ولعل ربما من أهمها عدم وجود دعم عربي وإسلامي كافي، سنتحدث عنه بعد الفاصل أستاذ أحمد. هذه وقفة مع فاصل قصير ومن ثم لنا عودة. أسعدكم الله، ما زلنا سويا في الحديث عن مستقبل إقليم كشمير في ضوء سياسات الحكومة الهندية ذات التوجه اليميني. إلى الاستوديو سريعا أستاذ محمد، باستثناء تركيا التي اعترضت وأظهرت تصريحات معترضة على القرار الهندي، لم نشهد موقفا عربيا وإسلاميا يعني ذا قيمة وذا جدوى ردا على القرار الهندي، وبالتالي لم تشعر الهند أن ثم وراء كشمير مجموعة إسلامية يمكن أن تدافع عن مصالح هذا الإقليم. هل من تفسير ما لهذا الصمت العربي والإسلامي تجاه القرار؟ يعني أنا لا أستغرب الصمت، أستغرب ممن يتوقع ردا حقيقيا، لأنه خلال تقريبا قرن من الزمان قبل حتى تأسيس جامعة الدول العربية ومنظمة العالم الإسلامي لم يحصل ولو لمرة واحدة أن هذه الدول الإسلامية أو العربية حلت قضية واحدة، بالعكس هي كانت تدخل لتعقد الأمور أكثر. وإحنا أول أمس فقط شاهدنا إطلاق صفقة القرن، كان بعض الدول العربية الحقيقة موجودة في حفل إطلاق هذه الصفقة، وبالتالي التعويل على دول عربية أو إسلامية ممكن تتدخل لتحل مشكلة هو تعويل غير واقعي إطلاقا. لكن تاريخيا يعني كشمير كانت في عهدة الدول العربية والإسلامية، كان ثمة موقف إلى حد ما، موقف عربي موقف إسلامي مناصر للقضية أو مجابه إلى حد ما للحكومة الهندية في موقفها ومناصر للحكومة الباكستانية في موضوع كشمير. ما الذي أوصل المسلمين أو العرب إلى يعني كدول إسلامية وعربية إلى هذا المستوى من الصمت؟ الدول العربية والإسلامية لم تحل مشكلة على الإطلاق، هي بالحد الأقصى كانت تعلن بأنها تؤيد أن يكون هناك حل للقضية الكشميرية وفق القوانين الدولية، مقررات الأمم المتحدة والقوانين الدولية، ولكنها لم تتخذ أي خطوة بهذا الاتجاه. فالكلام أنه في تحول في الموقف العربي أو الإسلامي، لا، هو في استمرار لسياسة واحدة منذ البداية. باكستان ربما كانت نتيجة قربها من السعودية والإمارات كانت تعول على أن هاتين الدولتين يكون لهم موقف متشدد في هذا المجال، الذي حصل هو العكس، أن السعودية والإمارات مالت خصوصا في البدايات إلى جانب الهند، وهذا يفسر سياسيا على أنه نكاية بباكستان نتيجة عدم
موافقة البرلمان الباكستاني على المشاركة فعاليا في حرب اليمن. وبالتالي وجدنا بأنه الإمارات على سبيل المثال على لسان سفيرها هناك أعلنت بأنه هذا شأن داخلي وهو خلاف للموقف الباكستاني. أخذ الموضوع أيام وربما أسابيع حتى أنه الأمور عادت لتأخذ شيء من التوازن. ولذلك المتوقع من الدول العربية والإسلامية يجب أن نقيسه على ما يحصل في المنطقة العربية وبالذات في المسجد الأقصى والقدس اللي هي أقدس مقدسات المسلمين. هذه الدول دائما كانت تقف إما وقفة المتفرج أو أحيانا تسهم بشكل مباشر في أن تتفاقم الأمور وتسوء وتتراجع إلى الخلف. فالتعويل عليها في حل مشكلة أو الوقوف إلى جانب الشعب الكشميري هو تعويل غير واقعي. طيب أريد أن أسمع رأيا آخر من الأستاذ عبد المبين سبحاني. يعني وزير خارجية الهند الأسبق كانوال سيبال الذي أيد القرار قال إن باكستان لن تستطيع أن تحشد منظمة التعاون الإسلامي وراءها بسبب تحسن كبير في العلاقات بين نيودلهي وعواصم أو جل عواصم دول الخليج العربي. برأيك هل هذا الكلام الذي ساقه وزير خارجية تفسير كافي ومقنع لصمت دول المجموعة الإسلامية؟ هناك عدة أسباب بالإضافة إلى الأسباب التي ذكرها أخ محمد. هناك السبب الأول والرئيسي بأن الدول الخليجية لديها استثمار قوية داخل الهند. والنقطة الثانية بأنه منظمة RSS تتخذ مقرا لها في الدول الخليجية المعروفة وتطلق كافة الحملات الإعلامية والدعائية ضد الإسلام والمسلمين. النقطة الثالثة بأن الحكومة الهندية على مر الزمان متلونة ومخادعة للدول الخليجية والمسلمة بشكل عام، وتقدم دوما نفسها بأنها تهتم بمسلم الهند، وهناك تعظيم إعلامي أو أكثر نقدر نقول بأنه أصلا ليس هناك إعلام لمسلم الهند. فهذه هي أهم الأسباب بأن الدول الخليجية تفكر. مثلا هناك استثمار السعودي في شركة ريلاينس اللي هو يمتلكها رجل هندوسي داعم للحكومة الهندية، وزوجته تدعو منذ أكثر من 3 أشهر بأنه جيشنا الهندوسي وشرطتنا الهندوسية ستذبح الكلاب، يعني تسمي المسلم الهند بالكلاب ولا تهتم بنبح الكلاب وما على ذلك. فمنذ هنا نشوف بأنه الاستثمارات السعودية بالمليارات وكذلك الإماراتية وغيرها من دول الخليج هي أصلا تساند الحكومة الهندية الهندوسية على المسلمين، فكيف لهم أن يقفوا ضد الحكومة الهندية مع العلم بأنه إذا أرادت الدول الخليجية أن توقف سياسات الحكومة الهندية ضد المسلمين ليست عليها صعبة، ممكن بأنه تمنع النفط العربي عن الهند والغاز وما إلى ذلك. طيب لعل الخط انقطع، أذهب إلى إسلام أباد. أستاذ أحمد، في سياق تفكيك وتفسير هذا الصمت العربي والإسلامي تجاه قضية كشمير، يعني بعض دول الخليج العربي بمجرد إصدار هذا القرار بعد أسبوع أو 10 أيام شهدنا إقامة علاقات تجارية، صفقات تجارية بين بعض دول الخليج العربي وبين حكومة نيودلهي، وكما لو أنها كانت تنتظر إصدار مثل هذا القرار حتى تقيم هذه الاتفاقات. يعني السؤال هو أين تكمن مصلحة هذه الدول في قرار مثل قرار محاصرة إقليم كشمير؟ اولا اخ جهاد، لا اتفق، يعني انا مع نظريه انه هناك صمت عربي اسلامي، لا اتفق مع هذا الشيء. هناك الكتله العربيه الاسلاميه تقف بقوه يعني دبلوماسيا وسياسيا مع موقف باكستاني. هذه الوقفه القويه موجوده داخل كتله منظمه المؤتمر الاسلامي داخل الامم المتحده. هناك عده دول عربيه واسلاميه كبرى قامت بصمت بإقناع الإدارة الأمريكية وخصوصاً إدارة ترامب
أصبح ترامب الرئيس الأمريكي الأول يعني منذ 7 عقود يتحدث ويتكلم علنا عن كشمير، مناقضا الموقف الهندي بأن هذه قضية داخلية لا يجب أن يتكلم عنها رئيس دولة أي دولة أخرى خصوصا أمريكا. ترامب لم يحرك ساكنة سوى أنه عرض الوساطة، لكن الهند رفضت هذه الوساطة. نعم صحيح، لكن مجرد قيام الرئيس الأمريكي بعرض وساطة ليس مرة ومرتين، وإنما نحو الآن 7 أو 8 أو 9 مرات. رغم إصرار الحكومة الهندية وحكومة مودي بأن هذه قضية داخلية، لا يجب أن يذكر الرئيس الأمريكي مرارا وتكرارا اسم كشمير في مؤتمرات الصحفية. رغم ذلك يقوم ب يعني الضغط على الحكومة الهندية بهذا الشكل، يعني هذا شيء جديد، هذا شيء لم يحصل. أستاذ نعم أحمد، أنا أستاذ أحمد معك يعني بأنه هذا لا يكفي. منك فقط لو فقط يعني مثلا الدول الإسلامية تمتلك أساطيل وبحار واقتصادات وجيوش، هل الموقف القوي الذي تفضلت بالحديث عنه، الموقف الإسلامي والعربي القوي مع كشمير، يعني تلخص في كل هذه الإمكانيات الكبيرة في مجرد إقناع ترامب بأن يكون وسيطا بين باكستان والهند، هل هو هذا هو الموقف القوي؟ نعم أخ جهاد، يعني هناك سؤال، نحن يعني نناقش هذا الأمر حتى هنا في إسلام أباد، ماذا نريد يعني من الدول العربية الإسلامية؟ أن تشن حرب ضد الهند أو أن تقاطع الهند اقتصاديا؟ هل تعلم أخ جهاد أنت، هل تعلم بأنه باكستان نفسها لن تقاطع الهند تجاريا واقتصاديا إلى ما قبل عام واحد؟ هل تعلم أن باكستان كانت السوق الثاني أكبر سوق في العالم للمنتجات التلفزيونية والسينمائية الهندية، وكسبت وربحت الهند يعني ملايين الدولارات من السوق الباكستاني، ثاني أكبر سوق في العالم للمنتجات السينمائية الهندية؟ هل تعلم بأن باكستان أيضا ثاني أكبر سوق للمنتجات الزراعية الهندية، ولم تقم باكستان بقطع هذه العلاقات الاقتصادية والتجارية إلا ما قبل يمكن عام ب12 شهر؟ هناك العديد، يعني أنا تكلمت مع العديد من الدبلوماسيين من الدول العربية والإسلامية، قالوا بأنه كيف تطلبون منا أن نقاطع الهند ورئيس وزرائكم قبل عام والنصف؟ وأنا أشير إلى رئيس الوزراء السابق نواز شريف، قبل عام والنصف مودي كان في كابل في زيارة رسمية، ألقى خطاب في حدث ما في كابل في مؤتمر ما، انتقد فيه باكستان بشدة، وفي طريق عودته إلى نيودلهي عابرا بالأجواء الباكستانية فاجأ الجميع بالنزول في إسلام أباد، واستقبله نواز شريف وأخذه إلى لاهور مسقط رأس المدينة لحضور زواج، حفل زواج عرس حفيدته. نعم. تصور، فهذا رئيس الوزراء الباكستاني يقوم بذلك، بل في عندما فاز مودي بالانتخابات للمرة الأولى قبل 5 سنوات، نعم، كان رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف موجودا متواجدا في نيودلهي في حلف اليمين، ورفض رئيس الوزراء الباكستاني أن يستقبل في مقر السفارة الباكستانية في نيودلهي، رفض أن يستقبل الزعماء الكشميريين. فما أريد أن أقوله بأن هناك العديد من الدول العربية والإسلامية لا تقول ذلك علنا، ولكن تقولها في الخفاء وتنقلها للمسؤولين الباكستانيين، بأنكم أمضيتم يعني سنوات عديدة غير جادين أنفسكم يعني بهذه القضية، الآن أصبحتم جادين خلال سنة، أمر جيد ممتاز. هل تعلم أيضا أخي جهاد، دول مثل تركيا، دول مثل الإمارات، دول مثل نعم، أذربيجان، دول مثل أيضا السعودية، قامت بوساطات خلال ال6 أشهر الماضية مع إدارة ترامب بأنه الموقف الباكستاني حول كشمير يجب تفهمه، يجب، صحيح أنه قد لا تستطيع كل هذه الدول أن تقوم بأكثر مما تقوم به الآن، لكن هناك خطوات تصعيدية تدريجية ممكن اتخاذها للضغط على الحكومة الهندية لأن تنسحب قليلا يعني من موقفها المتشدد في كشمير. هل سينجح هذا الشيء؟ نحن نمر في هذا الشيء الآن، سنرى بعد قليل. سأبحث معكم بعد قليل مدى ما يمكن أن تفعله الدول العربية والإسلامية، لكن قبل أن نذهب إلى الفاصل، يعني في سياق تجلية الموقف العربي والإسلامي، ثمة من المراقبين من قال إن الموقف العربي المتقدم خلال العقود السبعة الماضية كان عامل كبح للحكومات الهندية المتعاقبة يمنعها من الاستحواذ على كشمير. السؤال هو الآن، ثمة البعد الاقتصادي حضر، لكن من المراقبين من يقول بأن هناك حلفا
سعوديا إسرائيليا هنديا صينيا يقوم في المنطقة لمواجهة أحلاف ربما تكون في اتجاه آخر. هل سياسة الأحلاف هي التي تمنع تدخل العرب في هذا القرار؟ منع هذا القرار؟ لا أظن ذلك. أنا أعتقد أنه الدول العربية من البداية كان موقفها عموما منقسم ما بين الدول التقليدية والدول الثورية، لكن المحصلة كانت واحدة، أنه ما في عمل على الأرض، كله كلام في كلام. الهند عندما استقلت كانت دولة نسبيا ضعيفة، وكانت تحت إدارة نهرو وغيره من زعماء الكونغرس. تفتق ذهنها عن القيادة الأخلاقية لدول العالم الثالث من خلال منظمة عدم الانحياز. اليوم الهند عندما أصبحت دولة قوية وأصبح اقتصادها السادس بالعالم، فجأة جاء حزب إلى السلطة يتبنى السياسة الواقعية، وأعني بذلك ناريندرا مودي. ولذلك اليوم أصبح الكلام عن حقوق الإنسان والشريعة الدولية والقوانين لم يعد شيئا ذا بال هناك. الآن الاعتبار هو بالأساس للمصلحة الاقتصادية، القوة العسكرية والتأثير السياسي وإلى آخره. وهذه الدول تتعامل بهذا المنطق، السعودية والإمارات وغيرها من الدول العربية تحسبها بالمعنى المادي، كم سيكون هناك منافع ومضار. عندما اكتشفت أن باكستان ليست تلك الدولة التي يعول عليها والتي استثمرت فيها عقودا من الزمن كأداة للدفاع عن الخليج والدفاع عن السعودية، وتجلى ذلك واضحا في حرب اليمن، وأن مصلحتها الاقتصادية هي مع الهند، ألقت بكل ذلك جانبا وذهبت بشكل مكشوف تجاه يعني مصلحتها مع الهند. موقف ترامب بالمناسبة كان موقف متذبذب، والدافع بالمقام الأول تجاه موقف ترامب محاولة فهمه وأنه كانت في مفاوضات جارية مع طالبان وكان يعول عليها لكسب الأصوات والخروج من أفغانستان. كان يشعر بأنه باكستان ممكن أن تعكر صفو هذه المفاوضات، ولذلك أصبح مترددا ما بين الهند وباكستان. لكن المحصل اليوم أنه لا يوجد شيء على الأرض، وهذا هو المهم. طيب سنرى ماذا يمكن للدول العربية والإسلامية أن تفعله في سبيل المصالح المرتبطة بموضوع كشمير. نتوقف مع فاصل أخير قبل العودة لاستكمال ما تبقى من الحلقة. اهلا وسهلا بكم الى الجزء الاخير من هذه الحلقه. استاذ عبد المبين سبحاني في نيودلهي ضيفي في الاستوديو كما سمعت قبل قليل قال بان الدول العربيه وفق منطق براغماتي تبحث عن العائد المادي، استثمرت كثيرا في باكستان فلم يجدي هذا الاستثمار نفعا، اتجهت الى مصالحها المباشره مع نيودلهي. هل هذا يعني ان المصالح المقبله للعرب والمسلمين مع نيودلهي، هل هذا يعني ان كشمير تركت لمستقبلها ان تقتلع شوكها بايديها بنفسها؟ نعم بالضبط بالضبط، بأنه كما أطلقت قبل قليل بأن الدول العربية لها استثمارات في الهند، وهي إضافة للاستثمارات والمصالح الاقتصادية تنظر بأن الهند باعتبار هي قوة نووية وعظمى وأكبر من دول الجوار، فهي تدعمهم يوما ما إذا احتاجت الخليج، ولكنها هي مخطئة في هذه النقطة تماما، لأن الحكومة الهندية هي خدعت الشعب الهندي من مسلميه، فكيف هي تدعم الدول الخليجية؟ هي أيضا الحكومة الهندية أيضا تبحث عن الاقتصاد وعن مصالحها الشخصية مع العرب،
ليس إلا، وبالمقابل لن تدعم في أي من الاقتصاد والقوة العسكرية وما إلى ذلك. أما كشمير فأهالي كشمير حاليا كثيرا ما سمعنا عنهم يقولون بأننا كنا دوما نرفع أصواتنا لدعم إخواننا العرب، والآن نحن وقعنا في مشكلة ولم نسمع هناك أصوات إلا من الشعوب العربية خاصة. فإذا كشمير هي تعاني، ولكن أهلها أقوياء إن شاء الله بفضل الله، وهم قادرون، ولن تؤثر عليهم هذه السياسات بجذورهم. نعم يعانون وليست الظروف سهلة هناك، ولكنهم لم ينكسروا، ونتوقع أنهم بحول الله لن ينكسروا مستقبلا إن شاء الله. طيب أشكرك أستاذ عبد المبين. أذهب إلى إسلام أباد. أستاذ أحمد، باكستان طلبت من الأمم المتحدة أن تقوم بعمل ما في موضوع كشمير، ربما يكون هذا اعترافا باكستانيا ضمنيا بأن العرب والمسلمين خارج المعادلة، خارج الحسابات. السؤال هو أي مستقبل يمكن أن تنتظره كشمير في ضوء التقدم الهندي والتراجع العربي والإسلامي؟ أخ جهاد، إحنا في كشمير في إسلام أباد نعتقد بأنه دخلنا الآن بدايات المرحلة الأخيرة نحو حل ما في كشمير. وكيف؟ دعني أشرح لك بشكل سريع، بس لكن يجب أن نتوقف عند نقطتين مهمتين. أولا، الاستثمارات العربية أو الخليجية في الهند الآن غير موجودة، هذا غير صحيح. الانفتاح الخليجي الاستثماري على الهند لم يبدأ إلا قبل أشهر قليلة، وهذا الاستثمار محدود إلى الآن في أوراق. قبل أشهر قليلة بعد قرار إلغاء الحكم الذاتي لكشمير تحديداً. لا علاقة لها بالقرار، لأنه الاتفاقات والمباحثات حوله والاستعدادات كانت ماشية منذ ما قبل ذلك. يعني لا علاقة لها، تصادف أن قامت الحكومة الهندية بالتزامن يعني، لكن لا علاقة له بذلك. طيب، الاتفاقات، لكن لا يوجد الآن. يعني إذا جئتني وقلت لي بأن هناك استثمارات عربية كبيرة في الهند تمنع الدول العربية من اتخاذ موقف، هذا غير صحيح. إلى الآن لا توجد أموال أو استثمارات كبرى في الهند، لكن ماذا يوجد؟ الشيء المهم الذي نتناساه الآن في هذا النقاش، هناك العامل الإيراني، وهذا عامل فيما يتعلق بالهند عامل مهم جدا لم نناقش. الهند هو أكبر مشتري للنفط الإيراني. النفط والبترول الإيراني والاقتصاد الإيراني يعتمد بشكل كبير، لا أقول كليا لكن بشكل كبير، على مشتريات الهند. أولا هذا يعني بأنه من المهم الآن إبعاد الهند عن إيران، والفرصة التي سنحت لإبعاد الهند عن إيران سنحت بسبب العقوبات الأمريكية على إيران، والتي منعت الهند بشكل مؤقت من شراء البترول الإيراني. هذه فرصة، الفرصة هي نافذة صغيرة لكن تنتهي. أنا يعني تنتهي. أستاذ أحمد، لضيق الوقت، نعم. أنا مهتم جدا بسماع رأيك عن موضوع أن في باكستان الآن بدأ يتبلور الرأي بأن موضوع كشمير في طريقه إلى الحل، لو توضح لنا هذا الكلام. حل ما، لم أقول حل يعني. ما هناك حلين، الحل الدبلوماسي السياسي بتدخل دولي نرى بداياته الأولى أمريكيا وغربيا وتركيا. معالمه وأيضا معالمه كثيرة، هناك المعالم هي دبلوماسية صامتة نسمعها ونرى ونسمع الكثير من الأمور التي تحصل الآن في الكواليس فيما يتعلق بالذهاب نحو حل ما، وهناك ضغوط كثيرة من دول غربية ومن دول إسلامية وعربية. طيب، أيضا والثاني على الهند. الثاني هو الحل العسكري، وهو حل موجود. دعني أيضا أقول لك أخ جهاد بأنه المقاومة الكشميرية استمرت 7 عقود بدون دعم عربي وإسلامي، وستستمر بدون هذا الدعم. يعني لا نتوقف كثيرا عند هذه النقطة بأن هناك صمت الآن عربي وإسلامي. الكشميريون وباكستان والدعم الباكستاني لكشمير سيستمر للكشميريين وللمقاومة الكشميرية، وباكستان قادرة على أن تستمر، ولديها عدة خيارات معلنة وغير معلنة، قادرة بالرغم من تهديد ناريندرا مودي بأنه، نعم، أي دعم لباكستان ستخصف مرة أخرى باكستان. نعم
نعم نعم حتما. طيب. باكستان ردت على الهند، وباكستان قادرة على أن ترد على الهند، يعني باكستان ليست خانعة أو خاضعة على الهند، يعني لا يعني لا تعتقد للحظة ولثانية بأنه نعم. الباكستانيون أخذوا ما تصريحات نرندرا طيب. مودي بجدية. أشكرك أستاذ أحمد، يعني أختم معك أستاذ محمد، يعني الآن هناك نحن نشهد بوادر بدايات تشكل حلف إسلامي قطباه ماليزيا وتركيا، وربما تنضم إليه باكستان وإندونيسيا بعد ذلك. هل يمكن لهذا الحلف أن يقدم أو أن يؤخر في قضايا المسلمين عموما، وحديثنا هنا بالتأكيد خصوصا عن قضية كشمير؟ لا، أنا لا أعتقد أن هناك حلف. التقارب الماليزي التركي هو تقارب أملته ضرورات داخلية ماليزية وليس أبعد من ذلك، ولا أريد أن أدخل في التفاصيل لأن أنا كتبت مقال مفصل قبل ذلك في شهر 8 الماضي اسمه التحالف السداسي حلم محاضير بن محمد لعالم إسلامي أفضل. لا يوجد حلف من هذا النوع. أنا بتصور أنه باكستان عندما نتحدث عن كشمير يجب أن نفرق ما بين مصلحة الشعب الكشميري وما بين مصلحة باكستان كدولة. هناك فرق هائل بين القضيتين، لأن باكستان في النهاية إذا سعت إلى حل سياسي سيكون غالباً لاستيعاب الجزء الذي بين يديها من كشمير، وتذهب بتسوية بعيداً حتى عن الشعب الكشميري الموجود في الشطر الهندي، وهذا منطقي تماماً، واعتقد ستكون باكستان راضية بذلك. وسبق احنا رأينا خطط اقترحها بارفيز مشرف لما كان رئيسا للدولة، هو كان رئيس الأركان ورئيس الدولة لمدة ثم الآن يحاكم. فهذه المقترحات جاءت اصلا من باكستان لحل مشكلة كشمير وإلى الأبد. اليوم التعويل على حل حقيقي هو بيد الشعب الكشميري فقط وفقط ولا غير. أما إذا أردنا أن نعول على باكستان والدول العربية فكل دولة لها مصالحها الضيقة التي تفكر أستاذ فيها. أستاذ محمد، يعني بنصف دقيقة، هل يمكن الكشميريين أن يفعلوا شيئاً لوحدهم بدون دعم، علماً أنه لم تقم ثورة تحرر في أي مكان في العالم بدون دعم خارجي في النهاية؟ الآن الشعب الكشميري لم يكن في حياته وفي عمره موحداً كما هو الآن. كان في السابق منقسم ما بين نخبة سياسية تؤيد التعامل مع نيو دلهي وما بين نخبة شعبية تريد مقاومة نيو دلهي وتعتبر أن ذلك احتلال. اليوم القرار الهندي جرم الجميع وسجن جميع القادة، فهناك إجماع كشميري على مواجهة الحالة التي أفرزتها حكومة الهند، وبالتالي إذا كان هناك مقاومة شعبية للقرار الهندي فمعنى ذلك أنه لن يمر. وكل هذا يتوقف إجابة عليه على في رحم المستقبل. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا. أشكر في نهايتها ضيفي في الاستوديو الأستاذ محمد مكرم بلعاوي رئيس منتدى آسيا والشرق الأوسط، وكان معنا من نيودلهي عبر الهاتف عبد المبين سبحاني رئيس المركز الثقافي العربي الهندي، وعبر سكايب من إسلام أباد أحمد القريشي الباحث في مركز مشروع باكستان 21. شكرا لكم، في حراسة الله تعالى.